أعلنت تركيا موافقتها على منح تأشيرات الدخول إلى العراقيين من مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة تركيا في بغداد، حيث تم إخطار طلب التأشير من جديد من الموصل. وبحسب البيان يمكن أن تبدأ في قبول طلبات التأشيرة في الموصل اعتبار من 13 من شهر سبتمبر الجاري. الحكومة العراقية المعلنة مؤخرا والمشار إلى السلطة الوطنية للطيران.